دلوقتي زميلنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي متواجد مع بعثة النادي الأهلي في قطر واللي حاليا مع الجهاز الفني واللاعبين في ملعب 974 عشان يتفرجوا على المباراة من داخل الاستاد. فاروق مساء الفل. برحب بك يا محمد، وبرحب بالدكتور احمد ثابت، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب يا محمد تكمل على خير، يا رب ان شاء الله نكمل ليوم 18 وان شاء الله النادي الاهلي يتجاوز عقبه سواء يعني طبعا الجميع في انتظار الفائز من مباراه بوتافوجو وباتشوكا اللي انت زي ما قلت يا محمد احنا بنلعب دلوقتي 13 دقيقه من الشوط الاول. التعادل الثالث لسه ما بين الفريقين طبعا على الساب 9-7-4. طيب اولا عايز اعرف منك، كان متوقع ان الجهاز الفني بس اللي يروح يتفرج على الماتش، لكن انا جات لي الصور وشفت لقطات جهاز فني ولاعيبه، الكل راح عندك ولا في ناس راحت وناس لسه في الاوتيل؟ لا يا محمد، يعني كان مستر مارتن كولر وكان واخد قرار بالجهاز الفني بالكامل باللاعبين مشاهده المباراه من ارض الملعب. قدامنا ايه الصور على الشاشه؟ تمام. يعني زي ما انت عارف يا محمد ان ده كان ايضا احد الاسباب ان الفريق جه قبل المباراه بيوم علشان يكون موجود في ارض الملعب ايضا ان هو يتابع المباراه من ارض الملعب. طبعا وانت بتتفرج على المباراه او الجهاز وهو بيتفرج على المباراه ياسين البكاري وكارلوس، طبعا انت عارف محلل اداء النادي الاهلي بيركز على بعض التفاصيل. يعني اعتقد الكفه ما بين الفريقين حتى دلوقتي، يعني لحد دلوقتي واحنا بنلعب في 13 او 14 دقيقه لسه ما فيش فريق ليه الغلبه او فريق ليه السيطره على الجيم لحد دلوقتي. الجماهير اللي جايه مع فريق بوتافوجو عددها قليل، ولكن ده السؤال الاهم، ده السؤال الاهم، واخدين مساحه في ملعب 974 ولا العدد قليل قوي يا فاروق؟ لا يا محمد، يعني تقدر تتكلم في حوالي 200-300 فرد فقط من جمهور بوتافوجو. الغالبيه العظمى اللي انا شايفها في الاستاد هي جماهير الاهلي، جماهير الجاليه المصريه اللي حريصه انها تتفرج، عايزه تتفرج تشوف مين الفريق اللي هيلاعب النادي الاهلي. زي ما انت عارف يا محمد ان الاستاد 974 بيتسع ل 44,000 متفرج. بتتكلم في الساعة الحالية يعني لا تتعدى ال 5000 او المتواجد حاليا 5000 او 7000، ده في الاستاد بالكامل. يعني المنتظر او مش المنتظر، المؤكد ان الساعة الرسمية الخاصة بجماهير النادي الاهلي في انتظار اي فريق هي انتهت بالكامل، فالمشهد هيبقى مختلف في مباراة الاهلي. زي ما قلنا محمد الجهاز باللاعبين في ارض الملعب بالكامل بيتفرج بالكامل، الجهاز الفني بالكامل بكل افراده، اللاعبين بالكامل موجودين في ارض الملعب بيتابعوا. عايز اتكلم برضو على حسن الاستقبال والضيافه محمد اللي بقت في النادي الاهلي هنا في قطر. اعتقد من الامور اللي دايما يعني انت عارف محمد اينما بيتواجد النادي الاهلي حسن الضيافه حسن الاستقبال لقيمه ومكانه النادي الاهلي من ابناء قطر او من مسؤولي قطر وايضا من مسؤولي الاتحاد الدولي اللي بيقدروا جدا جدا قيمه النادي الاهلي. طيب اخر حاجه، الحاله المعنويه، التدريب النهارده في ملعب الارسال، كل الامور على ما يرام ان شاء الله يا فاروق؟ يعني النهارده محمد نقدر نقول ان الفريق ادى تدريبه الاول على ملعب الارسال، وده الملعب اللي هيستضيف تدريبات النادي الاهلي ان شاء الله يعني على مدار ايام سواء المباراه الاولى مباراه كاس التحدي، وباذن الله يا رب تكمل على خير ونكمل حتى مباراه ريال مدريد هيكون طبعا على ملعب نادي الملعب الارسال. عايز اقول لك واحد من افضل الملاعب، وده بالمناسبه كان الملعب التدريب الخاص لمنتخب البرازيل اثناء بطوله كاس العالم اللي اقيمت هنا في قطر. يعني ايضا مقر الاقامه اللي بيقيم فيه النادي الاهلي هو مقر الاقامه اللي كان بيقيم فيه المنتخب البرازيلي. تدريب اول بيدي لك مشاهد، بيدي لك يعني امور كده بالنسبه للمستر كولر. يعني انا سمع كلامك وكلام الدكتور احمد ثابت يا محمد وهو بيتكلم في الاجنحه وخط الوسط، مين اعتقد واحده من اصعب المراحل بالنسبه لمستر مارسيل كولر في اختيار 11 لاعب للمباراه القادمه. كل اللعيبه يا محمد، كل اللعيبه محمد الحمد لله، يعني باستثناء لاعب واحد فقط اللي بيؤدي يعني الجزء الاخير من برنامجه التاهيلي اللاعب محمد عبد الله، باستثناء هذا الامر تقدر تقول لا في حاله جاهزيه في عند اللعيبه حاله من الشغف الكبير قوي انهم يكونوا موجودين في ارض الملعب يفرحوا الجمهور باذن الله. كل مكان بتمشي بتقابل جمهور النادي الاهلي. يا رب يا محمد يعني نكون عند حسن ظن الجمهور، التوفيق يكون مع النادي الاهلي ان شاء الله. إن شاء الله في انتظار بقى المباراه اللي زي ما بقول لك يا محمد دلوقتي الدقيقه 17 لسه تعادل سلبي ما بين بوتافوجو وباتشوكا. مش مشكله، حتى لو تعادل سلبي لسه في اكسترا تايم، خليهم يلعبوا اكسترا تايم ويزودوا في الوقت شويه عشان ياثر بدنيا على ماتش يوم السبت اللي جاي ويكون الاهلي في اتم الجاهزيه. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب كالعاده في تغطيه متميزه، وش السعد دايما مع بعثه النادي الاهلي في اي رحلات خارجيه. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.